ما انت اللي قلت دي قلت ايه كابتن علاء؟ اقول لك ايه كابتن علاء، قول لي احساسك ساعه ما جات للنادي الاهلي الفرصتين والفرصتين ضعف ده في الركله. طب انا اقول لك على احساسي من الاول خالص. والله يعني ربنا العالم مبدئيا شط كهربا وبيسخن، انا قلت 1-0 كهربا والله العظيم. كويس، ضربات الجزاء يعني على قد ما 3-1 وضيعنا. انا عارف ان احنا هنكسب ركلات الترجيح. انا عارف ركلات الترجيح، انا عارف ان احنا في الاخر هنكسب. ما كنتش قلقان حتى بعد الضربة. والله العظيم ما قلقت ثانيه بحل بالله خالص. خالص عارف ان في الاخر ان شاء الله ربنا هيكرمنا بالكاس دي. واللي يعني خلاني كده وهادي جدا البعد عن القعده جنبك، لان انت انت بشع في القعده مع اللي اتفرج معاك كارثه. الراجل الخبره ده انت وترته وطلعت عينه. كرامات. يعني عايز اقول يعني كويس دعايات. خلاني اقول كرامات. جبتها منين كرامات؟ لا والله بجد يا محاط ربنا حاجه يعني ربنا كنت يعني كنت قاعد هادي. كنت عارف في الاخر يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله دي. انا وقلنا في الاول ما هي دي مباراه الكاس يا ايمن، مفيش مباراه كاس تطلع سهله. خالص صحيح. ودي مع في النادي الاهلي بتحصل كتير قوي. بقول لك 84 احنا الكاس ضايع مننا واسوء من كده بقى. وضربات ترجيح ولا حاجه، ده كان دقيقه والحكم هيصفر بالظبط، كانت اخر هجمه يعني. وربنا برده كرمنا ووقت اضافي وكسبنا وكده. فهو يعني الكاس ده مكتوب لك، بس مكتوب بتعب طبعا. وتعب كان جامد قوي النهارده مع نقص العادي حتى، وعشان كده الفرحه كبيره بالظبط. على قد تعبك على قد ما بتفرح فرحه كبيره قوي. أيوة. لكن بقول لهم الف مبروك.